بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اعزاء صف الثاني الاعدادي، اوعى تنسى المنهج. هنعمل مراجعه مع بعض سريعه جدا. طبعا الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه ازاي تكتب ايميل. الفيديو ده هنتعلم correct the verb into practice، بيديني ما بين قوسين كده فعل ويقول لك صرفه صح. طيب طبعا سؤال كامل يعتمد على الجرامر بشكل كامل. نمبر 1، while I was playing، I see my sister crying. وحطيت لك سي ما بين قوسين بيقول لك صرفها صح. بالراحة كده افتكر معايا قواعد while. while و as. يربطوا ما بين جملتين. الجملة اللي بتيجي بعد while بتبقى ماضي مستمر، was أول والفعل فيه ing. الجملة التانية تبقى ماضي ماضي بسيط، يعني الفعل في التصريف التاني تبقى سي. سامع واحد بيقول لي ايه الإجابة؟ so. كلام مظبوط. يبقى while I was playing I saw my sister crying، حدثين بيحصلوا، وأنا بلعب شفت أختي بتعيط. يبقى إيه اللي خلاك تبطل لعب؟ إن أختي كانت بتعيط. نمبر 2، that's a chair، هذا الكرسي، is much comfortable than yours. والله الكرسي ده مريح اكتر من الكرسي بتاعك. خلي بالك كده وجود كلمة ايه؟ than، مقارنة ما بين اتنين. اعمل ايه؟ more. ليه؟ ما قلنا كان قبل كده مستر محمد ابراهيم في الفيديو بتاعي كان بيقول حاجة جميلة قوي كنت بحبها، كان بيقول more than احمد more than. يعني لما اقارن ما بين اتنين بدل ماتش تخليها more 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 than more than. احمد ايه؟ taller than، faster than، more than، less than، fewer than. اصحى معايا وافتكر كل حاجة. you mustn't. انا من قبل ما اكمل السؤال، في ناس متعودة تشوف mustn't على طول تخليها must. كلامك صحيح بس لازم تقرا السؤال. افرض mustn't عايزها كانت، يعني ركز في السؤال كويس. you mustn't arrive on time، انت لا يجب ان تصل في الميعاد. طبعا mustn't تعتبر يا شباب must. الله يعين. I eat when he came، لما رجع. ايه ده؟ مش دي كانت while ودي when؟ when عكس while، يجي بعديها ماضي بسيط بعد كده ماضي ايه؟ مستمر. طب ماضي مستمر بيتكون من ايه؟ من was او where، والفعل فيه ing. ايه ده؟ I تاخد was ولا where؟ تاخد was. تمام. eat لا eating. يبقى I was eating، انا كنت باكل. when he came لما رجع، ودي حاجه تخلينا نفتكر على طول الازمنه. ركز معايا يا شباب، اول زمن افتكرناه زمن الماضي المستمر the past continuous tense، وبعض الناس بتقول لك عليه the past progressive. ما كلمه progressive معناها مستمر، يبقى زمن الماضي المستمر. الزمن الماضي المستمر يستخدم للتعبير عن شيء كان مستمرا في الماضي. حاجه كانت بتحصل في الماضي وكانت حاجه تانيه ايه؟ قطعت. تمام. يبقى زمن الماضي المستمر شيء كان مستمرا في الماضي وقطعه حدث اخر، بيتكون من ايه يا شباب؟ من was او where، والفعل في ing. while I was playing I saw، زمن ايه يا شباب؟ saw، ماضي بسيط. باست سيمبل، باست سيمبل كان بيتكون من ايه؟ اولا كان بيعبر عن شيء حدث وانتهى في الماضي. بيتكون من الفاعل والتصريف الثاني، الفاعل والتصريف الثاني. طب لو عايز انفي الجمله، يلا انا عايز حد ينفي لي كلمه I saw my sister، عايز حد ينفيها. ها؟ I didn't saw، I didn't saw. غلط يا ابني. ليه؟ لان didn't بيجي بعدها المصدر، افتكر معايا. وعشان النفي يحل ويظهر بنفي didn't زائد المصدر I didn't see، I didn't see. تمام قوي. في المقارنه لسه قايل لك لما اقارن بين اثنين عندي نوعين من الصفات، صفات طويله وصفات قصيره. يعني ايه صفات قصيره صفات طويله؟ كلمه expensive، expensive اتكونت من ثلاث مقاطع، يبقى صفة ايه؟ طويلة. طيب tall طويل، قلتها مرة
واحدة تبقى صفة ايه؟ قصيرة. طب لما بقارن ما بين اثنين في الصفة القصيرة، الصفة بزود لها ايه؟ اور. احمد از تولر زان محمد. الوالد هوم الفيديو اللي فات خدنا مع بعض طريقة كتابة الايميل هاو تو رايت ان ايميل. الواجب بتاعك ايميل، وابعت لي في الجروب بتاعك ان شاء الله الحل بتاعه. تمام يا شباب؟ هوم رايت ان ايميل تو يور فريند عمر تو تيل هيم اباوت. اكتب ايميل لصديقك مين؟ عمر. يبقى المرسل لمين؟ عمر. تو تيل هيم اباوت تخبره عن ايه؟ انشنت سايت. You want to visit مكان أثري أنت عايز تروحه إن شاء الله يكون الـ Egyptian Museum. عادي. Your name is أحمد. اسمك أحمد. Your email address is ahmed@gmail.com. Your friend's email address is omar@gmail.com. شباب افتكر معايا طريقة كتابة الإيميل. بعمل إيه؟ فريم برواز وبكتب to from about. To from about. To mean سامع احمد @gmail.com لا عمر @gmail.com. واوعى تنسى ان الايميل كل حروفه سمول ما فيهاش كابيتال، حتى الاسم بيبقى سمول. تمام. فروم مين؟ فروم احمد @gmail.com. الموضوع عن ايه؟ سبجكت انشنت سايت. يو ولا اي ونت تو فيزيت. بعد كده دير عزيزي. عزيزي مين؟ دير عمر. عزيزي عمر. وبكتب مقدمة سهلة، بكتب مقدمة سهلة. فكروني كده يا شباب. هلو هاو ار يو؟ اي ام هابي تو رايت ذيس ايميل تو يو. اي ونت تو تيل يو اباوت. واتكلم عن الايميل يا شباب. واوعى تنسى ان اي مكان حوله لزيارة. لما اجي اتكلم عن المتحف المصري اتكلم كانه زيارة وخدت صور وقابلت سياح. الكلام ده قلناه كله الفيديو اللي فات. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده يا شباب. جود باي.